مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات البرية ونباتات الزينة. عندنا اليوم نبتة ونبات بكورية طبية أو قطيفة أو ذريون أو سكوتش القطيفة، هو نوع نبات يتبع جنس بكورية من الفصيلة النجمية. نبات زينة يزرع في الحدائق وفي المنتزهات، وأيضا نبات يشبه الحشائش أو يشبه الجرجير، أوراق الجرجير بس أصغر شوي حجما. أذريون الطبي معرب أذركون بالفارسية بمعنى لون النار أو البكورية الطبية، يزرع في الحدائق وفي المنتزهات. موطنه الأصلي الأذريون الحدائق موطنه الأصلي جنوبي أوروبا، ويزرع في إقليم الأقاليم المعتدلة من العالم. يمكن زراعته بسهولة في الأماكن المشمسة في معظم أنواع التربة، على الرغم من معمر أنه يتعامل معه بشكل شائع سنويا، خاصة في المناطق الأكثر برودة حيث يكون بقائه الشتوي ضعيفا، وفي الأماكن الصيف الحارة حيث لا ينجو. أيضا يبقى الجو معتدل. عادة ما تفتح أزهار القدر بسرعة من البذور في أقل من شهرين من وقت الزراعة. يوجد هنا أنواع القطيفة الأخرى، رابط يعني. لمزيد المعلومات الرابط أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.